والهجوم لصالح المنتخب الايفواري تمشي لايمن عبد النور لحارس مرماه ايمن المثلوثي او ايمن البلبولي، طويله الكره في اتجاه زهير ذوادي ما يخويهاش، ترجع مره اخرى لصالح المنتخب الوطني التونسي. زهير ذوادي يلعب الكره مع ياسين الشيخاوي، ياسين الشيخاوي وطويله في اتجاه صابر خليفه ثم مخالفه على صابر خليفه. ياسين الشيخاوي زبير قاعد يلوج على حلول وحده، حلول فرديه باش يبني هو الهجمه من وسط الميدان. مش مقصر، قاعد يعمل في مجهود كبير. شوف في ظروف صعيبه يستحفظ بالكره، مش هذه اللي قبلها العمليه، وبعدين يدور يعني ويحاول ياثر على اللاعب، وهذا مهم جدا. وكانت باس اولى شفناها في العمليه اللي قبلها، مراوغات ورجع ثقه لاصحابه مهمه جدا. ولكن لازم ديما ما يمنعش انه فما حاجه اخرى في المنتخب، هي دو بلوك، يعني واحد القدام ومعناها خمسه سته التالي يكون، ولا خمسه ديما التالي والاخرين خمسه القدام. لا، لازم البلوك التيلان يزيد شويه، ولا يعني الطاقم هذاك نتاع الدفاع وكل شيء ديما يتبع البقيه باش ما تحسش فما مساحات كبيره بين الدفاع ووسط الميدان. ترجع الكره لصالح المنتخب الوطني التونسي بعد تنفيذ المخالفه من اليمين، مرفوعه الكره وثم ركنيه. خرجت. شوف معناها في ظهر بلال العيفة توصل الكره سالومون كالو بكل سهوله، غلط ايمن البلبولي. باهي، هذه الامور اللي نتعلموا منها، ما نستناوهاش غلطه بدائيه هكا من الدفاع نتاعنا، ولكن نتعلموا منها باش نقعدوا ديما فايقين. الا ما يظفر الاربيتر باش يشوف الشوط، وتوا صعب علينا المباراه ويلزمنا مع بدايه الشوط الثاني. هي امامنا العمليه قاسيه جدا، قاسيه ضرب جزاء اصلا. كم يشير الى موجود ويقول له انه ربما يعني يده خرجه كانت بعيد على بدنه وكريم حق. على كل كان ينجم يحتسبهاش، وقاسيه جدا على المنتخب الوطني التونسي. ربما قبول هدف ثاني مخلي يشدها ان شاء الله. ولا هدف في دروغبا وكريم حقي، ثم مخالفه ولكن الاسبقيه. لكن شوف الحكم كان خلى الاسبقيه ثم بعد رجع خذ قراره. كان ينجم معناها وقت لي ثم المخالفه على صبر خليفه يزفر قبل ما ينطلق يوسف المساكني. وعلى كل هو زاد من الزاويه هذه مثل فيها برشا يوسف. مثل فيها برشا الحقيقه. لا، التحكيم الاماراتي المفروض يكون احسن بكثير من هكا، ولكن من خلال الحيطه هذه او الحيطه اللي باش يخليه ولا المسافه اللي باش يخليها للاعب اللي باش يصوب تظهر. اذا 18 متر بالضبط، الكره بعيده على على مرمى الحارس باري بوباكير. على الصوره ياسين الشيخاوي، لكن هو باش ينفذ. اتمنى انه يكون الهدف، لانه باش يرفع برشا من معنويات الشيخاوي ويحسن برشا مردوده على الميدان. زبير رجعنا احنا في المباراه. التنفيذ وترجع من باري عليهم كذلك، ولكن اعتقد انه كانت قاسيه وما كانت سهله على سامي، ولكن كان لازم يعمل هكاك. بالفعل هو مش سهل، لانه حتى الاسماء الثلاثه اللي نحاهم سامي طرابلسي من القائمه اللي هما هاتين البراتي، ايهاب المساكني، وليد الهجري، قعدوا مع المجموعه في الامارات العربيه المتحده باش يرجعوا مع المجموعه الكل. ولما يبدا التربص الثاني اللي باش يبدا معناها التربص النهائي قبل الذهاب الى الجابون، معناها باش تكون المجموعه 23 لاعب اللي باش يشاركوا في المسابقه هذه. نتمنى تكون فما يعني هدف لمنتخبنا في المباراه هذه على الاقل. مرفوع الكره، لكن عمل عليه صابر خليفه وبريبو بكير، ما ننساوش انه حارس مرمى ممتاز. مازالت الكره لصالح المنتخب الوطني التونسي. التسديد ترجع والتسديده الثانيه بعيده في 45 دقيقه اولى، اكثر في 65 دقيقه الاولى. شوف وهذه فرص معموله، يعني تمريره 1-2 ولا بكري يوسف تمريره في العمق للصابر، يعني تحس انه ساعه ما نعرفش انا، يجيك الترشح من حيث لا يعلمون. اما رغم هذا كان زاد سامي طرابلسي معناها وقف معناها صامد ضد الاحتجاجات وضد ربما لن تتعب المنتخب الوطني التونسي.
ايمن عبد النور ياخذ كره ينطلق ايمن عبد النور يرجع الى امين الشرميتي سمي العلاقي سمي العلاقي لليسار خليل شمام يرفع الكره ترجع من دفاع المنتخب الايفواري وفي الاخير يخرجها